للمزيد بينضم لينا عبر الهاتف دكتور حنان رمسيد خبير الاقتصاد. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك دكتور. هذا الخبر يتحدث عن الاستثمارات، اذا انا عايزه اعرف من حضرتك كيف تقرأين هذه الاستثمارات في تطوير الطاقه المتجدده بشراكه عالميه عظيمه، كيف سيؤثر ذلك على الاصلاح المناخي والاصلاح الاجتماعي ايضا، خاصه ان احنا بنتحدث عن مشاريع اذا توفير فرص عمل. تمام، زي ما انت ذكرتي، بس برضه لازم ننوه لحاجه انه له مردود اقتصادي قوي جدا للدوله بتتعلق بالاستثمارات في هذا المجال اللي كان له فتره من الزمن ما فيش اهتمام بالاهتمام القوي المتين، وابتدى في اهتمام بعد مؤتمر المناخ الاخير. طبعا الفرص الاستثماريه الواعده المتواجده في يعني مشاركات البنك الاوروبي للاعمار بتتعلق ب زي ما ذكرتي توفير فرص عمل، يعني زياده المشاريع اللي تتزود بالطاقة المتجددة سواء في الشرق الأوسط أو في أفريقيا. ده كمان بيتيح فرصة إلى تكوين قوة عظمى في مجال الطاقة، وكمان بيوفر كل الموارد الطاقة اللي طبعا في يعني يعتبر انخفاض في الحصول عليها في منطقة زي مثلا منطقة حتى الأوروبي والمناطق اللي بتعاني من نقص الطاقة. كل ما بتستثمري أكتر في قطاع الطاقة النظيفة ده بيؤهلك إن أنت تتنقلي من يعني من مركز إلى مركز آخر، ده بيساعدك إن أنت تصدري سندات خضراء، بيساعدك إن أنت تنوعي مصادر التمويل، بيساعدك إن أنت يتوفر عندك مشروعات متوافقة مع البيئة، فيجيلك استثمارات من خارج تعزز يعني هذا الوضع، وكمان بيزود من القدرة الإنتاجية للطاقة الجديدة والمتجددة. لازم نعرف كمان ان في الوقت الحالي كل يعني دخول الطاقة المستدامة في كافة نواحي الحياة هو من الامور طبعا الهامة جدا، لانها بتخفض من الانبعاثات الكربونية، وكمان بتزود من القدرة على الانتاج، وكمان بتبقى محل اهتمام من المستثمرين حوالين العالم. حتى ان اعضاء في البنك الاوروبي بيتكلموا ان البنك يعني مستمر في هذا الاستثمار من 2012، وعمل يعني مول اكثر من 10 مليار يورو في 154 مشروع حوالين العالم. نعم، يمكن يا دكتور حنان ده هيدفعنا للتساؤل مع حضرتك، إذا كان الحجم ما يتم توفيره من تمويلات لتتحول مصر أو لتسريع وتيرة التحول في مصر إلى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء للاستخدامات فيما يتعلق بالمشاريع الحالية أو حتى لوجود تصدير خارجي لهذه الطاقة من خلال سواء الربط الكهربائي بقى أو من خلال حتى تحويل إلى الهيدروجين الأخضر ثم إعادة تصديره بعد ذلك. هذه الاستثمارات الكبيرة بتبين قد ايه دور مصر ومدى أهمية وجود دور لمصر، خصوصا مع وجود طاقة رياح كبيرة على مدار العام او شمس بتسطع في اغلب ايام السنة، ايضا طاقة الرياح او سرعة الرياح في الكثير من المناطق تؤهل مصر ان هي تلعب دور محوري في هذا الامر. انا عايزه كمان اضيف لك حاجه مهمه، ان دور القطاع الخاص في موضوع الطاقه المتجدده هيبقى دور محوري، وهيبقى فيه زياده لعدد المشروعات المشتركه ما بين الدوله والقطاع الخاص لتنميه دور القطاع الخاص اللي حوالين العالم بيساهم في الناتج القومي الاجمالي باكثر من 60%. لو يعني لو احنا راجعنا الدول المتقدمه هنلاقي بعض المساهمات في العديد من الدول بتتراوح ما بين 60 ل 75%، ففي الفتره الجايه اتاحه قويه جدا للقطاع الخاص يخش في المشاريع العملاقه، الدوله متحاله البنيه التحتيه الجيده للاستثمار، هو ما عليه اللي هو يضخ استثماراته، وهيبقى العائد عائد قريب وليس عائد بعيد، وهيبقى استثمار يعني ذو عائد جيد. وتاثير هذا الامر على الاقتصاد المصري يا دكتور حنان؟ طبعا له تاثير ايجابي قوي جدا، انك هتنوع مصادر التمويل، فمش هتلجا الى القروض الخارجيه اللي بتثقل كاهل الدولة. تاني حاجة، انت داخل في منصة عالمية لتصدير الطاقة سواء طاقة كهربائية من الرياح من مختلف انواع الطاقة وطاقة جديدة ومتجددة وطاقة هيدروجينية، يعني استثمارات عالية هتساهم في الناتج القومي الاجمالي والناتج المحلي، وكمان هترفع من تصنيفات مصر الائتمانية، لان في الفترة القادمة في انخفاض كبير لمعدلات الاستدانه من الخارج واللجوء الى التمويل الداخلي من خلال المصادر المتنوعه للتمويل، ومن خلال الطاقات اللي بتبذل فيها مصر جهود جيده للحصول على مركز قوي في هذا المنوال.
نعم، يعني أيضا ينضم هذا الأمر إلى الحلول الجديدة والمتاحة للدولة المصرية. إذن جزيل الشكر لحضرتك دكتور حنان رمسيس خبيرة الاقتصاد على وجودك معنا في هذا الصباح.